هعرفكم ازاي ان شاء الله النهارده نعمل الجبل الكلوش بطريقه مبسطه جدا وعلى ورق، علشان في ناس كتير بتتلخفن فيها. احنا هنجيب عندنا قماشه طولها 3 متر والعرض بتاعها متر ونص، 3 متر في متر ونص. طيب هنقسم ازاي؟ هنجيب ال 3 متر هنقسمهم كده، الاول نقسمهم بالنص كده ماشي، وبعد كده انا هحط ال 3 متر اهو، 3 متر اهو طول انا قسمتهم كده. وبعد كده من البوزه دي انا هجيب كده بقى عندي هنا اصبح ايه 4 طبقات على متني قرطاس. تمام. طيب في حاله ان انا عايزه اجيب ان انا اعمل الوسط بالظبط، الوسط بالظبط من غير كالونات ومن غير كشكشه، فانا هشوف عندي هنا الاول الوسط عندي مثلا، وليكن ان هو انا عندي هنا مثلا هو جايب اخره 6 سنتي، وليكن ان هنا عندي مثلا 30 ماشي. هفضل كده اشوف كده بالمزوره 30 لحد فين، واقوم ايه واخده علامه، خلاص واخده علامه كده بالقلم. تمام. وببدا ان انا من البوزه دي، البوزه اللي فوق ديت اثبت عليها المزوره ماشي، واشوف دي كام عندي ماشي، وابدا ارحل. انا عندي 6.5، افضل الف 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 المزوره لحد ما تبقى ايه 6.5 عندي، 6.5 كده ماشي. وبقى عندي ايه الجزء ده اللي هو الايه الوسط. تمام. وببدأ اشوف من هنا طول الجيبة كام ماشي، وليكن ان عندي مثلا هو هنا 20، انا هقول ان هو هناك مثلا متر او متر وربع، وافضل ايه فبقى انا قست هنا هو 20 20، فبقيس من فوق. انا اللي فوق ده عندي كان كام؟ كان عندي 6.5، 6.5 والعشرين بقوا 26.5. ما بقيس من هنا والف، لا بقيس من فوق ال 26 كاملين، وافضل ادور ايه بالمزوره لحد ما ايه اعمل الكلوش بتاعي. طب انا عايزه مثلا ما هقدرش قماش كتير من تحت واعمل كالونات في الجيبه من فوق، هقيس من فين؟ هقيس من اخر نقطه في القماش من هنا الطرف دوت، مش اللي هو الجزء الاكبر، لا هقيس من هنا، هقيس كده مثلا انا عندي هنا هاخد من تحت مثلا 15 سنتي، اللي هو وليكن ان هناك مثلا متر، او هاخد اعلى شوية ماشي اللي هو ايه اللي هو 16، انا واخدة هنا 16 مثلا، وليكن طول الجبل اللي انت تاخديها ايه مش مشكلة، خديها من تحت كده وقيسي الطول من فوق لحد المسافة اللي انت واخدها قد ايه كده. انا عندي دي 25 سنتي، افضل الف المزوره 25 25 25 لغايه ما اعمل الايه الكلوش بتاعي، وابدا ان انا ادوره كده. تمام. طيب انا كان عندي هنا الكلوش انا مدياله مساحه ان انا اعمل كالونات، فانا كان عندي هنا 15.5، خلاص افضل الف المزوره كده ال 15.5 دول. هشوف انا من فوق بقى من اول من فوق للنقطه اللي انا واخداها دي كام، 9.5، ادور المزوره ايه 9.5، يعني الاول لو انا هعمل كالونات ماشي بقيس الطول من تحت الاول، وبعد كده بقيس من فوق الوسع اللي انا ايه عايزاه ماشي. طيب الطريقه دي افضل ليه؟ علشان ما هقدرش قماش تحت، وفي نفس الوقت اعمل ايه كلوش، اعمل كلوش فيه كالونات من فوق. طيب انا كده هعمل ايه، هعمل في الجيبه بتاعتي كالونات. ده شكل الكلوش. ده كده شكل الكلوش عندي. خلاص ببدا ان انا اعمل ايه بقى، ببدا ان انا احدد. هاتني تاني كده اهو، هاتني تاني كده، انا كده كده على 4، بعمل هنا على الزاويه ديت نقطه،
ومن نفس الاتجاه نقطة ومن هنا نقطة، وابدأ افتح تاني الايه القماش، او انا قبل ما افتحه بتني كده تاني تانية وعلم المنتصفات عندي قد ايه اهي. طيب وبقيس عندي الوسط اصلا في الاساس كام عندي، كان كام خلاص، وانا الزيادة عندي كام، وليكن ان انا عندي الوسط علشان يبقى مظبوط خالص هو 80 ماشي، وانا الدوران ده عندي 120 خلاص. ال 120 دي يعني من 80 ب40، ال 40 دي انا هقسمهم على ايه، على كل ربع فيهم خلاص، كل ربع فيهم انا هعمل فيه قد ايه، انا عايزه في كل ربع 10 سنتي، 10 سنتي كالون. طيب هناخد كده المنتصف في اول ايه، في اول ربع، وهنا في تاني ربع، وفي تالت ربع، وفي رابع ربع اهو. في المنتصفات ديت انا عندي في كل جزء انا عايزه كالون الوسع بتاعها 10 سنتي، هاخد من هنا 5 ومن هنا 5، من هنا 5 ومن 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 هنا 5، ولما باجي اشتغل على المكنه ببدا ان انا اكسر الكالونات دي ايه على بعضها. تمام، يا رب تكون وضحت معاكم وفكره بسيطه اهي، وكونوا استفدتوا. باي باي.